هذا الاجتماع يعد الثالث من نوعه في إطار عقد المشاورات بين أعضاء اللجنة الوزارية مع رئيس مجلس الإدارة للشركة الوطنية للمناجم والجيولوجيا، وذلك من أجل التفاكر والبحث عن آلية تعمل على ترشيد القدرات في استغلال الموارد الطبيعية والمنجمية. والكثير قبل الجات هم عندهم داب وعندهم ميتو بريسي عندهم يعني هم كثير ناس لقوا من الأراضي هنا وجابوا لهم فورة كثير، لكن في ناس استفادوا وفي ناس ما لقوا فايدة كثير. والجات كمان قال ما نقدر نبدأ العمل ده كما سويت الدراسات. الدراسات ده شال زمن كثير تقريبا 6 شهور، والدراسات ده هدفنا الدراسات ده عشان نعرف كيف جات يستفيد بزيادة الناس اللي يخدموا في التيران، اللي يخدموا يفتشوا ده وكان يفتشوا شغل تاني كله القاعدين في التيران كيف يستفيدوا، كيف ما يمشي يخدموا في شبسانس دانجيري يقولوا ده ميركيرو حاجات كتير قاعدين، كيف ما ينكتوا اي بقان عشان يتلفوا الانفيرنومان، كيف كم ليجو يقدروا يستفيدوا بالتمن عديل عشان الناس ما يجاتهم يأكلون. يعني حكومة يديروا عليهم اي زول يلقى عمل محل تاني، ما بس حكومة بس ناس يجي يرجو. عشان كده اليوم علينا جينا سوينا الباليداسيون وعرفنا بكون الشات عنده بوتنشاليتي يقدر يستفيد بزيادة كم سوينا الليزام، والليزام ده بيدور بالخاص بروتكشن على الانفيرنومان وبروتكشن على الناس اللي يخدموا في الامل. وللتذكير فإن اللجنة الوزارية التي يتكون أعضاؤها من وزارة المالية ووزارة البيئة والبترول والمناجم لأجل البت في مسائل تتعلق بكيفية استغلال الموارد وحماية البيئة من التلوث.